قبل أكثر من 1000 سنة جاء قائد من الدولة الفاطمية في تونس وهو جوهر الصقلي، جاء إلى الفسطاط على الضفة اليسرى من نهر النيل. وبعد أن فتح مصر زالت أهمية الفسطاط، وأسس جوهر الصقلي عاصمة جديدة لمصر وهي مدينة القاهرة. يقع مسجد الحسين بين خان الخليل وهو سوق قديم في القاهرة وجامع الأزهر، وسمي المسجد بهذا الاسم نسبة إلى سيدنا الحسين بن علي حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ميزات هذا المسجد الأخرى وجود حجرة فيها بعض مقتنيات الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المجموعة أحضرها الجنود المسلمون خلال الحروب الصليبية، وهذه المجموعة تجعل المسجد فريدا من الناحية التاريخية. زخارف منطقة العرض هذه تدل على حب المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ تجديد وتزيين هذه الحجرة قبل حوالي 100 عام، وهي مزينة بالثريات والمنسوجات المصرية والخطوط الإسلامية المتميزة والرسوم والزركشة الجميلة، ومصر معروفة بالزينة المتميزة والجميلة. وظلت مصر تقدم الكسوة للكعبة المشرفة لقرون عديدة، وذلك قبل افتتاح ورشة لهذه الكسوة في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية. خط الثلث هذا مزركش بأناقة وروعة فائقتين. لا يفضل للفنانين المسلمين أن يصنعوا المنحوتات أو النقوش التي تصور الكائنات الحية، ولذلك لجأوا إلى زركشة وتنميق الخطوط العربية، ويصعب مضاهاة فن وإبداع هؤلاء الفنانين المسلمين. تحتضن هذه الحجرة الخاصة في مسجد الحسين مجموعة من مقتنيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي محروسة احترازا، وقد تم التحقق من أن مواد هذه الحجرة هي المواد الأصلية الخاصة برسول الله، وقد اعتمد التحقق على الوقائع والحقائق التاريخية وعلى التحليل العلمي. الشيخ أحمد رضوان عبد الخير مسؤول عن هذا المسجد، وهو مسؤول عن سلامة الكنوز والحفاظ عليها بأمان. هذه القطعة البارزة من هذا الجانب هي عبارة عن قطعة من عصاية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي من شجر الشوجب، وهو ينبت في المدينة المنورة أو في بلاد الحجاز عموما، وقد أجرينا عليها التحاليل الكيميائية فثبت أنها قطعت من أصلها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فالعلم يؤيد السيرة والتاريخ في نسبة هذه العصاية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا اللون البيج هذا هو قطعة من قميص الرسول صلى الله عليه وسلم، الخيوط التي أعلى هي للحفظ والحماية، إنما القميص هو هذه القطعة. هذا القميص أو القطعة من القميص هي من القباطي المصرية، كتان مصري، والرسول كان يلبس 3 أنواع من الملابس: سحولية كانت تأتي من اليمن، بلد اسمها سحول في اليمن، وسحارية كانت تأتي من عمان، بلد اسمها سحار في عمان، والقباطي وكانت تأتي من مصر، وهذا نوع من القباطي المصرية.
هذه الحافظة المستطيلة، هذه الحافظة المستطيلة بها فتحة، في داخل الفتحة قطعة من الشمع صغيرة بها أربع شعرات تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من شعر رأسه عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يحلق شعر رأسه، وكانت القبائل تكاد أن تتقاسم هذا الشعر حبا في رسول الله وتبركا بكل ما هو منه عليه الصلاة والسلام. وهذه الشعرات محفوظة من عهد رسول الله إلى يوم الناس هذا، إلى هذه اللحظة. ومعروف أن أي شعر عمره الافتراضي ما بين 70 أو 80 عاما ويبيد ويتلاشى، لكن هذا الشعر لأنه ينسب لرسول الله له خاصية خاصة، لذلك هو نجده إلى اليوم موجود في هذا المكان. صلى الله على رسول الله. الذي أمامنا الآن مكحولة ومرود. مكحولة زي الملعقة يأخذ بها الكحل، المرود يوضع ثم يوضع في العين، فمكحولة ومرود. الرسول كان يكتحل بكحل اسمه الإسمد، يباع في المدينة المنورة. كان يكتحل لا لرمد، لأنه ما أصيب بالرمد في عينيه مدى حياته، وإنما كان يكتحل لبيان الجواز وإنه للرجل أن يكتحل ولا شيء في ذلك، صلى الله عليه وسلم. هذا السيف هو سيف النبي صلى الله عليه وسلم، أهدي إليه من سعد بن عبادة زعيم الأنصار، ووجدنا مكتوب على السيف بخط دقيق جدا وبحروف كوفية: محمد رسول الله من سعد ابن عبادة. فالعلم يؤيد السيرة النبوية ويؤيد التاريخ على أنه هو سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المصحف الكريم الذي كتب في عهد الخليفة الراشد الثالث سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد كتب على جلد الغزال. والقرآن الكريم هو كتاب جمع فيه وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يخبرنا عن الإيمان والشريعة والأخلاق، وهي ثلاثة مبادئ أساسية تتعرض لكل مجال في حياة المرء الشخصية. بدأ جمع المصحف على شكل كتاب في عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق، لأن كثيرا من حفظة القرآن الكريم صاروا يستشهدون في المعارك المختلفة، والقرآن الكريم الذي جمع في كتاب سمي المصحف. وقد كتبت 5 مصاحف أرسل منها 4 إلى مكة المكرمة والشام والبصرة والكوفة بحيث تستنسخ هناك، ويظل المصحف 5 في المدينة المنورة لدى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهذه النسخة تسمى مصحف الإمام. ومنذ ذلك الوقت صار القرآن الكريم ينتسخ من تلك النسخ الأصلية ويوزع إلى أركان المعمورة.